بالنسبة للمشاريع التي توقفت حسب القرار 347، هناك إجراءات متخذة من قبل الجهات المعنية والجهات ذات القطاعات التي تقوم بإنشاء هذه المشاريع أو الدوائر المستفيدة منها. ومن ضمن هذه المشاريع هو المشاريع التي حيلت عن طريق المحافظة، والدائرة المستفيدة كانت هي بلدية العمارة، الحدائق الموجودة في طريق بغداد أو طريق الابتيارة. هناك إجراءات الآن تقوم بها دائرة بلدية العمارة بإعادة تأهيل هذه الحدائق، ونلاحظ هناك تأهيل وجدية بالموضوع خاصة في حدائق طريق بغداد ومدخل بغداد. والحمد لله الآن تقريبا الحدائق القريبة إلى المجسر أو جسر اليوغسلافي قد اكتملت نسبة الإنجاز تفوق 80% أو 90%.